خلينا اديلك مثال صغير. سنة 2007 الصين ضربت قمر صناعي جهتها العالم كله. ادان الموضوع ده. السلام عليكم، ازيكم؟ في ال 24 ساعة الأخيرة كمية أحداث مهمة جدا حصلت فوق لازم تعرفوها. معايا النهاردة أخبار مهمة جدا جاية من مقصد هابل الفضائي ومعلومات حصرية عن السوبر نوفا، زائد أخبار مهمة جدا جاية من سطح المريخ. كمية تفاصيل مهمة جدا صدقوني مش هتسمعوا إلا أنا. ما طولش عليكم في المقدمة. أول خبر معانا بيقول إن مقصد هابل الفضائي خد صورة جديدة للمجرة NGC 1385 واللي موجودة على بعد 30 مليون سنة ضوئية، ودي عبارة عن مجرة حلزونية ليها أذرع متعددة، وده اللي بيديها المظهر البيضاوي ده، وبيتوهج قلب المجرة بشكل ساطع بسبب وجود ثقب أسود نشط بينمو وبيتغذى على مجموعة من النجوم. وعلى فكرة دي مش أول مرة مقصد هابل الفضائي يصور المجرة دي، بس أول مرة يكشف لنا المزيد من الألوان الحمراء دي والظلال الداكنة بسبب خيوط من الغبار المنسوجة عبر المجرة كلها. لما مقصد هابل رصدها قبل كده سنة 2021 كانت الصور بيسيطر عليها اللون الأزرق. الخبر اللي معنا بعد كده بخصوص السوبر نوفا. في نجم مات قريب وبسبب موته حصل انفجار سوبر نوفا. الوميض اللي تم قصده كان حوالي 5 دقايق وكان مشرق وقوي جدا زي الانفجار الاصلي بالظبط، على الرغم من ان عمليه القصد دي تمت بعد 100 يوم من الانفجار نفسه، وده نوع نادر من الكارثه النجميه اسمها العابر البصري الازرق السريع المضيء، وده بيبقى اكثر سطوعا من الانفجارات المعتاده اللي بتشير لموت النجوم الضخمه. وعلى فكره العابر البصري ده بيتلاشى بسرعة أكبر بعد الوفاة. تم اكتشاف الظاهرة المتطرفة دي سنة 2018. نرجع لعملية الغصد الأصلية بتاعتنا. السلوك ده تم غصده من 15 تلسكوب حوالين العالم، والمحرك البحثي بيقول إن ده ثقب أسود أو نجم نيوتروني أو بقايا ثابتها النجوم الضخمة بعد موتها. الخبر اللي بعد كده بيقول إن في 26 شركة طيران وقعت بيان ضد الاختبارات المدمرة اللي بتتعمل ضد الأقمار الصناعية. أعلنت مؤسسة العالم الآمن غير الربحية إن 26 شركة مختلفة من شركات الطيران وقعت على بيان بيدعم الجهود الدولية لإنهاء الاختبارات المدمرة المضادة للأقمار الصناعية. من بين الموقعين بعض الشركات الكبرى زي أكسيوم سبيس وشركة بلانت. لازم تعرف إن اختبارات الإيسات المضادة للأقمار الصناعية مش مجرد تهديد افتراضي، لأن البيان اللي طلع بيقول إن خطر الاختبارات دي حقيقي ودائم. خلينا أديلك مثال صغير. سنة 2007 الصين ضربت قمر صناعي ليها خارج من الخدمة وعمل سحابة جديدة ضخمة من حطام في مدار الأرض المنخفض، وده نفس اللي عملته روسيا في شهر 11 سنة 2021 لما فجرت مركبة فضائية قديمة اسمها كوزموس 1408. ساعتها العالم كله أدان الموضوع ده. الخبر اللي بعد كده جاي من سطح المريخ. باستخدام مركبة تيجو التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية لاحظ العلماء إن الغلاف الجوي للمريخ بيتوهج باللون الأخضر أول مرة على الإطلاق في طيف الضوء المرئي، والتأثير ده اسمه توهج الهواء وبيحصل برضه على الأرض، بس طبعا الأسباب بتختلف. الخبر اللي بعد كده بخصوص مركبة الشحن الفضائية اللي هيتم إطلاقها سنة 2028. اتفق الوزراء اللي بيمثلوا الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية في قمة الفضاء التابعة للوكالة على إطلاق مسابقة للشركات لتطوير خدمة عودة البضائع الفضائية، والهدف تطوير مركبة تجارية بحلول سنة 2028 توصل الإمدادات لمحطة الفضاء الدولية وكمان تعيد البضائع مرة تانية للأرض. وأول 2 أو 3 هيفوزوا في المسابقة هيكسبوا 81 مليون دولار هتتقسم عليهم الثلاثة. المبلغ مش كبير بس المفروض ان هو هيساعد في اطلاق التمويل الخاص لدعم الوافدين، وكمان وكالة الفضاء الاوروبية هتأمن لهم التمويل في المستقبل لان في مبادرة تانية هتحصل سنة 2025. قدمت وكالة ناسا بشكل خاص برامج الشحنة التجارية واللي شهدت ارسال شركات خاصة للبضائع لمحطة الفضاء الدولية زي سبيس اكس مثلا، وبالفعل بدأت الصين مسابقة لتطوير حلول شحن منخفضة التكلفة لخدمة المحطة الفضائية الصينية. الخبر اللي بعد كده دراسة عن سحب كوكب المريخ. في فريق من علماء الفلك اللي شغالين في وكالة ناسا
رسموا خرائط لسحب المريخ لإيجاد أنماط لتجمع السحب وسلوكها، وده حصل بناء على البيانات اللي جاية من المركبة كريوسيتي والمركبة بيرسيفرانس اللي موجودين على سطح المريخ. استخدم الباحثين بيانات مغربة الغلاف الجوي لكوكب المريخ في الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء لقياس درجات الحرارة والرطوبة ومحتوى الغبار للتنبؤ بالمناخ وطقس الكوكب، وقدر الباحثين يعملوا أكتر من خريطة لسحب المريخ. الخبر اللي معانا بعد كده جاي من شركة سبيس اكس. واللي طلعت بيان وقالت فيه ان هبوط الصواريخ مش هو الجانب الوحيد من برنامج اعادة الاستخدام. الشركة قالت ان هي كمان بتعيد استخدام اغطية الحمولة النافعة، والاغطية دي بتحمي الاقمار الصناعية اثناء الاطلاق. يعني مش بس بيعيدوا استخدام الصاروخ فالكون 9، ودي معلومة جديدة ما كانش حد يعرفها. لحد ما وصلت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.